مرحبا بحضراتكم من جديد. كابتن ضياء السيد في سوبر تايم. كابتن ضياء، الزمالك بالصفقات والمدير الفني ميتشو وبدايه ماتش صعب، شايف موسم الزمالك عامل ازاي؟ هل هو بالسكواد ده كله يتعمل له حساب كبير؟ يتعمل له حساب لو السكواد ده اتوظف بشكل كويس، المدرب خلاهم كومباكت واحده واستفاد من كل واحد على المستوى الفردي يدخله في الجماعي. لكن لو فضلوا على كل واحد صفقة لوحده كويسة وما دخلوش في الجماعية هتحصل دفوهات.